يعني وهذا بسبب البارح مشي وصلنا فتنا 1223 وفيات، يعني الحالة ماهيش يعني الحالة يعني مقلقة مقلقة. وقلت معنا إلا خيار تاع تلقيح باش نقصوا من الحالات والوفيات على المستوى الوطني. حاليا يعني كما قلنا الصباح يعني صراع بين الحالات الخطيرة والتلقيح، وما عندناش خيار آخر باش نقصوا في الحالات الخطيرة وفي الوفيات إلا التلقيح. وحنا نطلبوا المواطنين باش يواصلوا يعني باش يتقدموا يعني بعدد كبير على المؤسسات الصحيه والاماكن العموميه باش يتلقحوا في كل اريحيه. شفنا بالتفعيل الحمله الوطنيه بتوزيع كميات كبيره من اللقاحات، وصلنا حاليا الى تغطيه قرابه 10% من الاشخاص اللي مسترتها وزاره الصحه باش تلقحهم. ونهار الجمعة كما قال السيد الوزير راح نتلقاو قرابة 2,400,000 جرعة جديدة اللي تسمح لنا باش نكونوا في أريحية تامة خلال الأيام الجاية إن شاء الله باش نفعلوا أكثر. وشفنا يعني قدوم كبير للمواطنين على مستوى الوحدة الصحية القاعدية وحتى على مستوى الأماكن العمومية اللي وضعناها وحتى على المساجد والأماكن الأخرى.